يسأل يقول: الترتيب في الوضوء ما معناه وما المراد بالموالاة في الوضوء؟ ترتيب الوضوء أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، غسل الوجه، ثم يغسل يديه مع المرفقين، ثم يمسح برأسه والأذنان من الرأس يمسحهما معه، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين، كما في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا كما جاء في الآية، وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، وما بدأ الله به ذكرا يبدأ به فعلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية: ابدأ بما بدأ الله به. هذا هو الترتيب. وأما الموالاة فمعناها ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في زمن معتدل، لأن يوالي بين غسل الأعضاء، بمعنى أنه إذا فرغ من غسل العضو غسل العضو الذي بعده ولا يتأخر حتى ينشف العضو الذي غسله. إذا نشف في حالة معتدلة وزمن معتدل فقد فاتت الموالاة. نعم.